مصطفى كالورد ينادي،
إذا مس الأيادي وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد الشمس منه والبدور ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا ظهورا 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 ولا ظل له بل كان نورا
الشمس من هو البدورة. ولم يكن الهدى لولا بورة، ولم يكن الهدى لولا بورة، ولم يكن الهدى لولا بورة، ولم يكن الهدى لولا بورة.
كل
العباد. وجميل سيدنا النبي
سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن كبر نادى بسم الله إسلام التقوى مغلى بحلقات الصحوة أمضى آيات الذكر البرهان
بحلقات الصحوة أمضى آيات الذكر البرهان. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. أتقن معاني التجويد، رتل قرآن التوحيد، من تفسيره كان يزيد، ما أجمل ذكر الرحمن. من تفسيره كان يزيد، ما أجمل ذكر الرحمن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. كبر وكبرت فيه النخوة، نخوة خالد وقت الشدة، بتعليم الدعوة مضى مسجدنا أخرج فرسان. بتعليم الدعوة مضى مسجدنا أخرج فرسان. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. في سبيل الله الجبار عقد العزم والإصرار، جيل التحرير والمسرى والزينة تاج الوقار. جيل التحرير والمسرى والزينة تاج الوقار. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. دار القرآن الكريم، يصون الدين الفكر سليم، والسنة سنة نبينا حفظوه شيوخ الأحسان. والسنة سنة نبينا حفظوه شيوخ الأحسان. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. سلك المؤمن طريقه بهداية نور الإيمان، في المسجد صلى وتعلم وسلاحه حفظ القرآن. دار القرآن الكريم، يصون الدين الفكر سليم، والسنة سنة نبينا حفظوه شيوخ الأحسان. والسنة سنة نبينا حفظوه شيوخ الأحسان. رتل بصورة طرف القرآن، وقرأ قراءات من التبيان. حبل متين مد من رب السماء، فسما إلى العلياء بالإنسان. هو للقلوب ربيعها وجلاؤها، وملاذها من قسوة الأحزان. وهو الغنى والنور والذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان. هو شافع ومتعلم
مشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن الحافظون الماهرون تعاهدوا آياته متشابها ومثاني قالوا نرتله بسبعة أحرف أكرم بجمع مثقل الميزان هم خير أمتنا وأشراف المنى وهم الحماة وعدة الأوطان رتل بصورة القاف في القرآن وقرأ قراءات من التبيان حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان هو للقلوب ربيعها ودلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان وهو الغنى والنور والذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان الحمد لله الكريم بفضله هذه بلاد الخير والإحسان تحمي وتبني بالكتاب شبابها فهو البناء الراسخ الأركان لبناته من سنة نبوية فالوقف والقرآن مجتمعان نور على نور أدام الله خير وبلادنا عزا مدى الأزمان من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان وللقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد من هو الوحيد النبي محمد واحد هو الله النبي محمد من هو اثنان النبي محمد حسن والحسين النبي محمد أصلت عليك محمد صلى الله عليه النبي محمد أصلت عليه يا النبي محمد صلى الله عليه يا النبي محمد من هم ثلاثة يا النبي محمد أصحاب الروضة النبي محمد من هم أربعة يا النبي محمد أربع كتب النبي محمد من هم خمسة يا النبي محمد خمس صلاة السماوات النبي محمد
محمد أصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد أصلت عليك النبي